بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني من Stem Cell Transplantation Basic Course، وده هنتكلم فيه عن الـ Complications of Stem Cell Transplantation Procedure نفسها، وده واحد من الأجزاء المهمة جدا، وهي Frequently Asked في الـ Stem Cell Transplantation. يعني الجزء الأولاني اللي بنتكلم فيه عن الـ Basics والابلكيشن، يمكن أهم حاجة فيها الـ Application أو Indications، لكن الجزء بتاع محاضرة النهاردة كلها each topic فيها واحد من الحاجات ال very important و high yield exam. في بس حد كان سألني على ال source بتاعت النوتس، هتلاقوها في الكتاب بتاع ال hematology postgraduate hematology crash course، ودي حوالي موجودة في الكتب يعني بتاعتنا حوالي 4 كتب أو 5 كتب بنتخصص فيهم كل الحاجات بتاعت hematology. part 3 هتلاقي فيه الجزء بتاع transplantation مع بقية ال malignant hematology موجودة فيه بإذن ربنا إن شاء الله. دي الايتمز اللي هنتكلم عنها في محاضرة النهارده، برضه هتبقى على جزئين. هنتكلم فيها عن الكومبليكيشنز اللي بتحصل في ستيم سيلز ترانسبلانتيشن، اولا تجميع الكومبليكيشنز، وهنتكلم بالتحديد عن الانفكشنز والجي في اتش دي، وفي الجزء الثاني هنتكلم فيه عن الجرافت فيلير والاس او اس والاذر ليت كومبليكيشنز. زي ما احنا شايفين كده، احنا بنقسم الكومبليكيشنز accordingly the timeline إلى early complications و late complications. الـ early complications اللي بتحصل يعني اتفاقا في أول 3 شهور أو before 100 days، و late complications اللي بتحصل ما بعد 3 شهور أو specifically after 100 days. يمكن الرقم نفسه 100 days جه منين؟ لأن هو كان الـ definition of acute GVHD. الأول كنا بنقول إنه لما بيحصل before 100 days، ولو حصل بعد 100 days يبقى chronic GVHD. however إن الـ concept ده اتغير شوية، وبقينا symptom based diagnosis rather than time based diagnosis. لكن لا يزال الـ classification of complications إلى early و late في أول 100 days. رقم واحد طبعا في عندنا infections، والـ infections هنا بتبقى mainly في الأول، طبعا هنشوف زي ما احنا شايفين كده بتبقى fungal infections زي candida والaspergillus، وviral infections زي الherpes والCMV، plus bacterial infection بتحصل early transplantation procedure نفسها. تاني حاجة الـ acute GVHD والـ graft failure، وهنتكلم عنهم بعد كده برضو in details. وفي بعد كده complications related للكيموثيرابي نفسها زي الـ hemorrhagic cystitis والـ interstitial pneumonia والـ VOD. دي الـ early complications. الـ late complications برضه في عندنا infections، ودي بتحصل طبعا نتيجة الـ prolonged immunosuppression procedure أو secondary دي الـ chronic GVHD، وتبقى هنا usually بقى ما بيبقاش في risk للـ fungal infection زي في الـ early transplantation، لكن بيزيد الـ risk for الـ varicella اللي هي الـ reactivation of viruses زي الـ varicella والـ pneumocyst. Chronic GVHD زي ما قلت لكم by definition هنقول after 100 days، وبعدين بقينا more specifically نبقى symptom based rather than time based. فلو بنتكلم على acute GVHD كان mainly 3 organs هما skin و gut و liver، أما chronic GVHD هي multi system infection وبيبقى فيها fibrosis، فعندنا skin وعندنا الميكوزا وعندنا ال eye وعندنا ال joint وعندنا ال lung وعندنا ال liver. كل دي manifestations للكرونيك جي في اتش دي زي ما هنتكلم عنها كمان شويه. يبقى infection وكرونيك جي في اتش دي، وعندنا late complications بقى زي ال infertility وال second malignancy وال autoimmune disorders. هنبدا نتكلم عن first of these complications، ويمكن واحده من الحاجات المهمه جدا جدا هي ال infections in the setting of auto and allo transplantation. يمكن طبعا احنا معنيين اكتر بالالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، لان هو بيبقى مور ايمينو سبريسيف بروسيجر، وبيبقى برولونجد بروسيجر. انت مش بس بتدي او بتعمل ابليشن للبومارو، انت كمان بتدي ايمينو سبريسيف دراجز عشان خاطر تقلل ريسك فور جي في اتش دي اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. وده بيخلق لك زي ما قلت لكم situation من انت very suppressed immunity for long period، وبالتالي بيبقى عندك higher incidence for infection. يعني احنا بنقسم ال infections in the setting of allogeneic stem cell transplantation الى 3 main phases. اول phase اللي هي pre engraftment، تاني phase اللي هي early post engraftment، وتالت phase اللي هي late phase. طبعا ال type of organisms بتختلف كل واحده فيهم، لانه الباثوفيسيولوجي فيهم بيختلف. فانت عندك ميني مثلا في الايرلي او بري انجرافتمنت بيريود، المين الباثوفيسيولوجي عندك هو وجود النيوتروبينيا، انت بتدي اميونو سبريسيف
كيموثيرابي وتعمل كومبليت ابليشن للبون مارو، فبيبقى عندك نيوتروبينيا، في عندك ميوكوزايتس نتيجه الكيموثيرابي، في عندك حاجه اسمها بارير بريك داون، وده هيزود الريسك طبعا اوف انفيزيف كانديدايسز، وبعض الاورجانيزم زي الستريبت فريدانس اللي هي موجوده اصلا كوميلسس موجوده عندك. فمينلي تو باث فيسيولوجي هو وجود النيتروبينيا والبارير بريك داون زي السكن والميكوزا والاندويرين كاستر. عشان كده لما نيجي نشوف الانفكشنز ديورنج ذات بيريد اللي هي بري انجرافتمنت بيريد، هتلاقي انه في عندنا بكتيريال وفيرال وفنجل انفكشنز. يمكن المينلي البكتيريال انفكشن هي جرام نيجاتيف باسيلاي، جاي منين؟ جاي فروم ذا جات. وجرام بوزيتيف برضه موجوده زي في الاورال ميكوزا او زي الستريبت فريدانز او الستاف ابيديرميديس مع اندورين كاستر انفكشن، بلس بقى سم جي اي انفكشن. بس هو ميدي طبعا جرام نيجاتيف في الابر هاند، يليه بعد كده الجرام بوزيتيف ديورنج الايرلي بري انجرافتمنت بيريد، ده من حيث البكتيريا انفكشن. من حيث الفانجا انفكشن يليها طبعا رقم واحد هي الكانديدا، والكانديدا هنا زي ما قلت لكم بيبقى لها ابر هاند، ليه؟ لان انت عملت ديسربشن للميكوزا اللي موجوده في الاورال كافيتي، وعندك برولونجد سيفير نيتروبينيا في زيرو ريسك فور كانديدا انفكشن. يليها بعد كده في الفانجس هي الاسبرجيلس، الاسبرجيلس يمكن الريسك بتاعها بيبقى ليت شويه افتر كانديدا انفكشن زي ما احنا شايفين كده، وده وان اوف ذا امبورتنت اورجانيزمز اللي بتعمل انفكشن في اميون كومبرومايزد بيشنتس. الفيرال انفكشن برضه في الايرلي بري ترانسبلانت بيريود هو الهربس سيمبلكس ري اكتيفيشن، وبعض الفيروس الثانيه زي الريسبيراتوري انتريك فيروسز برضه ممكن تاتاك ديورنج ذس بيريود. لكن لما نيجي نشوف مثلا حاجه زي السي ام في او سيتوميجال فيروس بيبان اكتر بقى في البوست انجرافتمنت بيريود. ليه بقى؟ خلاص بقى هنا بيبان بقى الايفكت اوف برولونجد اميون سبريشن، بالذات لو حد خد ترانسبلانت، خد يعني انفيوجنز ب بلاد او باك ار بي سيز، والشخص ده كان عنده اصلا هو كان سي ام في نيجاتيف وخد سي ام في بوست برودكت، او حصل ري اكتيفيشن للسي ام في انفكشن الموجود عنده، بيبان اكتر في this period after post engraftment. ال post engraftment هي الفترة اللي بتالي engraftment، ودي تقريبا بتقعد من اليوم ال 18 او ال 21 وتستمر معانا لغاية اليوم ال 100. ال main pathophysiology فيها زي ما احنا شايفين كده، في عندنا impaired cellular and humoral immunity. يمكن هنتكلم عن الانجرافتمنت وازاي اول سيلز بيحصل لها انجرافتمنت، هي ناتشر كيلر سيل، وبعد كده بيليها السي دي 8 سيتوكسيك تي سيل، وبعدين تبدا البي سيل في الديفلوبمنت. لكن during that period احنا لسه عندنا البي سيل not matured enough، وفي نفس الوقت يعني مش عندك immunoglobulins بشكل كافي. ايضا ال T helper cell برضه not mature enough، وبالتالي ما عندكش process بتاعت ال pattern recognition موجوده في ال organisms. عشان كده زي ما هنشوف كده بيقل ال risk for bacterial infection شويه، لانه خلاص النيوتروفيلز حصل لها engraftment، النيتشر كير سيل حصل لها engraftment، فالبكتيريا انفكشن بتبقى الانسنس بتاعها اقل during this that period. however still لسه برضه في some instances for bacterial infection، لكن لا يزال الانسنس بيقل for viral infection and fungal infection. فالفنجل برضه بيكمل معانا الكانديدا والاسبرجيلس، والفيرال انفكشن اهم حاجه في during this period زي ما قلت لكم هو السيتوميجالوفيروس reactivation. to some extent الهربس زوستر او الفيروسيلا زوستر reactivation، لكن بسمول اماونت. لكن اهم حاجه بتعنيني في الفتره ديت هو السيتوميجالو فيروس والهربس سيمبلكس ريأكتيفيشن. فالمرحله الثالثه بقى اللي بنسميها الليت فيز، ودي افتر زي ما تكون 100 دايز او افتر 3 مانثس، برضه باث فيسيولوجي في عندك لسه ستيل امبيرد سيلر اند هيمورال اميونيتي. بقى هنا حصل انجرافتمنت النيوتروفيل والناتشر كيلر سيل والسي تي 8. بيبدا بقى في هذه المرحله الانجرافتمنت بتاعت البي سيلز وبتاعت التي هيلبر سيل، ودي بتاخد وقت شويه بتكمل معانا، ممكن حتى التي هيلبر ممكن تكمل اب تو 1 يير افتر ترانسبلانتيشن. الموست كومن بكتيريا انفكشن هي انكابسوليتد بكتيريا، لانهم بيبقى عندهم فانكشنال اسبلينيا، عشان خاطر زي ما قلت لكم الميونوجلوبينز بتاخد وقت عبارة ما تتكون. فالبكتيريا انفكشن during that stage هو الانكابسوليتد اورجانيزمز. نيجي بعد كده الفانجل انفكشن، برضه بيكمل معانا الاسبرجيلس والنيوموسيست، بقى بتبقى during that period. النيوموسيست دي بتبقى caused by organism اللي هو البي سي بي،
اللي هو نيومسيست جيرفزي او نيومسيست كانياي، الاسم القديم بتاعها، بس الاسم الجديد هو نيومسيست جيرفزي. هو يعتبر واحد من الفانجل انفكشنز بتعملها طبعا بالمرنيك كومبليكيشنز. الفاير انفكشن ديورنج ذات بيريد الفاريسيلا زوستر ريأكتيفيشن بيكمل معانا برضو سي ام في والهربس سيمبلكس، بس اوف بار اماونت امبورتنت هو الفاريسيلا زوستر ديورنج ذات بيريد. يبقى دي احنا مقسمين الفيزز بتاعت الانفكشن بوست ترانسبلانت الثري مين فيز. قلت لكم البري انجرافتمنت اللي هي في اول تقريبا ثلاث اسابيع او اول شهر، الريسك فاكتورز النيوتروبينيا، الالتر بارير زي ما قلت لكم على مستوى الميكوزا عندهم ميكوزايتس، الاند ويرنج كاستر موجوده، الفاسكولار ديفايسز. الموست انفكشن زي ما شفنا كده البكتيريال طبعا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف رقم واحد، بعد كده هنا جرام بوزيتيف. بتيجي منين؟ بتيجي فروم سكان او بتيجي من الاورال ميكوزا او جي اي فلورا، يبقى رقم واحد جرام نيجاتيف انفكشن زي مثلا ايكولاي والجرام بوزيتيف زي الستاف ابيدرميديس والستريبت فريدانز اللي موجوده. الفانجل during that period هي اللي هي الكانديدا سبيشيز مينلي والاسبرجيلس زي ما شفنا، والفيرال اللي هو هيربس سيمبلكس ري اكتيفيشن. طبعا بما في الشكل طبعا هيربس سيمبلكس حوالين الاورال كافيتي، او ممكن يبقى عندك سيفير هيربس سيمبلكس انفكشن اب تو هيربس انكفالايتس. طبعا مع وجود اميون كومبرومايزيشن ستيت، عشان كده الناس دول بيحتاجوا لو حصل لهم فيرال هيربس سيمبلكس اكتيفيشن محتاج اي في اساكلوفير. الستيج الثانية زي ما شفنا كده وهي ال early post engraftment period تقريبا زي ما قلت لكم من يوم ال 30 لغايه اليوم ال 100 post transplant. طبعا بيحصل فيها impaired cellular immunity و humoral immunity. بيحصل زي ما قلت لكم في الفتره دي حصل فاز engraftment neutrophils، حصل engraftment ل natural killer cell ل CD8، لكن لسه ما حصلش engraftment لل B cells وال CD helper cells. كمان لو في عندك برضه بينكريز ريسك فاكتورز، لو حصل الشخص ده اكيوت جي في اتش دي بتقدر عندك كمان اميون سبريسيف فور تريتمنت فور جي في اتش دي او فور بروفاكس او جي في اتش دي، الحاجات دي كلها بتزود ريسك فور انفكشن. والبكتيريا انفكشن ديورنج ذات بيريد بتقل الريسك شويه بتاعها، لانه خلاص احنا تقريبا حصل نيوتروفيل انجاشمنت، لكن لا يزال في انكريز ريسك فور فيرال اند فانجل انفكشن. الفيروس زي ما قلت لكم اهم حاجه هو السي ام في ريأكتيفيشن، واذر فيروسز زي البي كي فيروس والانتيرو فيروس. ما كان هنتكلم عن البي كي فيروس دوت كمان شويه برضو، ان واحد من الفيروسز مهمه في الترانسبلانت سيتنج. والفانجل انفكشنز في عندنا الانفيزيف فانجل انفكشنز، بيكمل معانا بقى الاسبرجلوزيس والنيوموسيست جيرفيزي during that period. الليت بيريود اللي هي ما بعد 100 دايز، الريسك فاكتورز بتاعتنا زي ما قلت لكم لا يزال برضه لسه عندنا امبيرد اميونيتي، لسه البي سيلز بتاخد وقت طبعا حصل لها ديفلوبمنت هي وال سي دي 4 هيلبر سيلز، لكن تمام بيزيد الريسك لو الشخص ده حصل له كرونيك جي في اتش دي او بياخد اميونو سبريسيف فور كرونيك جي في اتش دي. الفانكشن اسبرينيا اللي قلت لكم عليها هي نتيجه ان لسه الاميون جلوبينز ما اتكونش بشكل كافي، عشان كده بيزيد عندهم ريسك فور باكتيريا انفكشن سبيشالي بانكابسوليتد اورجانيزمز نتيجه فانكشن اسبرينيا، وبيزيد فور فايرال انفكشن زي الهربس زوستر والسي ام في والفانجل زي ما قلنا برضو النيوموسيست جيرفيسي. هتكلم ان شورت كده عن تو امبورتنت اورجانيزمز، اهمهم يمكن اول اهم واحد فيهم هو السي ام في، وده واحد من الفيروسز اللي بتمثل لنا بعبع ديورنج الترانسبلانتيشن، ان هو لو حصل سي ام في ري اكتيفيشن او سي ام في انفكشن. طبعا ايه سي ام في ري اكتيفيشن؟ سي ام في اكتيفيشن يعني الشخص اصلا كان سي ام في بوزيتيف زمان وكان عنده اميونوجلوبولينز، وانت لما بتدي له كيموثيرابي وتبليت الاميونيتي بتاعته يرجع السي ام في فيروس تاني يحصل له ري اكتيفيشن ويبدا يعمل لك ديسمينيت انفكشن، بيعمل لك سي ام في هيباتيتس، سي ام في كولايتس، سي ام في نيومينايتس. فواحد من الفيروس زي ما قلت لكم العنيف في المنفذجن بتاعتها ديورنج الاميونو كومبرمايزيشن ستيت. او يحصل نيو انفكشن، يعني واحد اصلا كان سي ام في نيجاتيف وحصل له سي ام في انفكشن، يا اما من خلال ان الدونر اصلا بتاعه كان سي ام في بوزيتيف او خد بلاد برودكت اللي هي سي ام في بوزيتيف فحصل له نيو انفكشن. فعشان كده زي ما قلت لكم واحد من الفيروسز المهمه قوي ان الترانسبلانت سيتنج هو السي ام في فيروس. سي ام في فيروس ده دبل ستراند فيروس تبع الهربس فيريدي، يعني تبع عيلة الهربس. طبعا الهربس في عندنا عيلة كبيرة قوي، في عندك الهربس سيمبلكس والهربس زوستر، وفي عندنا الهيومن هربس 8 فيروس بلس السي ام في فيروس، كلهم من تبع عيلة الهربس فيريدي. الانفكشن بتاعتها بتحصل بطريقه من اثنين زي ما قلت لكم، الطريقه الاولانيه نتيجه ري اكتيفيشن. يعني ايه ري اكتيفيشن؟ يعني شخص هو اوريدي كان عنده الانتي بوديز، وانت لما عملت له ابليشن الاميونيتي حصل له بعد كده ان الفيروس حصل له ري اكتيفيشن لما لقى خلاص البارير بتاعه او
قوات الدفاع اللي كانت بتحمي الجسم منه خلاص راحت، في بيحصل ريأكتيفيشن بيحصل سي ام في انفكشن، او ان حد اوريدي كان سي ام في نيجاتيف بيحصل له نيو انفكشن اما من خلال الدونر او من خلال البلاد برودكتس. المانيفستيشن ساعتها، ودي لازم تو كيب ان مايند، لو حد جاله اي من المانيفستيشن دي تحط من ضمن الاعتبار هو الهربس انفكشن، طبعا الفيرال فيفر طبعا مع كل الحالات بتاعت infection او intravenic fever لازم تحط one of the consideration viral infections. The prolonged cytopenias لان هو بيأثر على البون مارو بيؤدي الى prolonged cytopenia. كمان ال CMV زي ما قلت لكم ممكن affect the organs، بيعمل لك CMV hepatitis، CMV pneumonitis، يبقى في شكل pneumonia بالظبط او في شكل viral hepatitis، CMV colitis و CMV retinitis. ممكن يأفكت ال retina ويعمل لك retinitis ويعمل لك bleeding و disturb the visual disturbance في الفيجن نفسه العيان دوت، او سي ام في كولايتس اب تو ممكن يعمل لك جي اي بليدنج و هيمورج فروم ذا جي اي. فدي مانيفستيشنز مهم قوي نعرفها دي السي ام في. هاو تو دايجنوز، دايما الفايرال انفكشنز ممكن اعمل لهم دايركت وان دايركت دايجنوز، دايركت عن طريق ان تاخد تيشو بايبسي وتعمل تيشو كلتشر، وان دايركت بيبقى من خلال السيرولوجي او من خلال البي سي ار. السيرولوجي طبعا انك بتشوف الاميونوجلوبولينز الموجوده عند الشخص دوت، الاي جي ام والاي جي جي، من كده دي اقل في الاعتماد، لكن الموست كومن ميثود اللي بنستخدمها هي من خلال ان احنا بنتشيك البي سي ار بتاعه الفيروس نفسه. اوكي، واحنا حتى كده زي ما هنشوف انه واحد من الباترنز بتاعتنا ان احنا بنفولو اب العيانين دول، هو لو كان مثلا سي ام في بوزيتيف بيشنت انك بتبدا تعمل فولو اب للاميونوجلوبولينز بتاعته، ولو لقيت الاميونوجلوبولينز بتاعه لا او البي سي ار بتاعه، ولو لقيت الاميونوجلوبولينز بتاعه تعمل بي سي ار، لو لقيت البي سي ار بتاعه بدا يعلى يبقى الشخص دوت عنده reactivation، فلازم تديله تريتمنت في حاجه اسمها preemptive strategy. كان اتكلم عن التريتمنت طبعا، يعني الاول ده منظر شويه، ده سي ام في كولايتس زي ما احنا شايفين كده، ده شخص عنده بوست ترانسبلانت والسي تي بتاعه طبعا باين شكل منظر التايفلايتس انفلاميشن كل اهوت. لما اتعملوا منظار لقينا طبعا زي ما يكون سودو ممبرين موجود واتاخد منه بايبسي، ده منظر الليمفوسايتس وجواها الاورجانيزم نفسه اللي هو سي ام في انكلوجن باتس. اوكي، وده بيدخل من ضمن الديفرنشال دايجنوست طبعا، لو حد عنده كولايتس نتيجه بكتيريا انفكشن في النيتروبينيك سيتنج، او من ضمن الديفرنشال دايجنوست مع الاكيوت جي في اتش دي طبعا، لان واحد من المانيفستيشنز بتاعت الاكيوت جي في اتش دي هي الدايريا، فمهم تعرف ان هل زي الدايريا دي انفكتيف دايريا ولا ممكن تكون نتيجه الجي في اتش دي انفكتيف، بقى هل دي بكتيريال ولا فيرال. فعشان كده دور الكولونوسكي بيبقى مهم في ناس عندهم diarrhea and manifestations of colitis. ده منظر سي ام في نيمونايتس زي ما احنا شايفين كده، بيعمل لك بيكتشر زي نيمونيا بالظبط، برونك نيمونيا، سيفير برونك نيمونيا، وممكن يبقى معاها بالمونري انفلتريشن وبالمونري هيموجيز. وده منظر سي ام في ريتينايتس، انفلاميشن في الريتنا في حد عنده سي ام في بوزيتيف. السي ام في هنتكلم عنها مهمه جدا، سي ام في بروفلاكسس، وهنتكلم بعد كده عن سي ام في تريتمنت. السي ام في بروفلاكسس لو الشخص دوت كان سي ام في نيجاتيف، يعني هو اصلا ما حصلوش بريفيس انفكشن في سي ام في، ودول ناس قليلين حوالي من 10 20% من البوبيوليشن، كان اغلب البوبيوليشن 80% او 90% من البوبيوليشن حصل لهم اوريدي اصلا بريفيس سي ام في انفكشن. فلو الشخص ده كان سي ام في نيجاتيف، مهم جدا جدا انك لما تيجي تعمل دونر سيلكشن تختار الدونر يبقى سي ام في نيجاتيف دونر، ولما تيجي تستخدم بلاد برودكتس تستخدم بلاد برودكتس تبقى اليوكو ديبليتد او سي ام في نيجاتيف. مفيش فرق قوي بين انك تستخدمها اليوكو ديبليتد عن سي ام في نيجاتيف برودكتس. اللوكو ديبليشن في الاخر هو كل فكرته زي ما خدنا كده في الترانسفيوجن ميديسن، ان هو بيمنع وصول الليوكوسايتس اللي هي اصلا بيبقى جواها الاورجانيزم بتاعت السي ام في، فانت لما تعمل لوكو ديبليشن فانت بتقلل ريسك فور اصلا سي ام في ترانسميشن دي الريسيبيانت. طيب بالنسبه للسي ام في بوست بيشنت، في عندك تو ستراتيجيز فور انتي فايرال بروفلاكسس، حاجه اسمها بري امتيف ستراتيجي وحاجه اسمها برايمري بروفلاكسس. يعني ايه حكايه بري امتيف وبرايمري؟ برايمري يعني انا من البدايه خالص بمشي العيان دوت على انتي فايروس عشان خاطر ما يحصلوش الانفكشن، لكن بري امتيف لا، انا استنى مش هديله حاجه وابدا اعمل فولو اب لغايه لما تلاقي ايرلي ساينز اوف انفكشن، يبقى ساعتها هبدا اديله الانتي فايرال. اوكي، ده الفرق بين البري امتيف ما بين البرايمري بروفلاكسس. البرايمري بروفلاكسس استراتيجي طبعا واحد من الادويه الجديده اللي خدت ابروفال هو الليترموفير، طبعا ممكن نستخدم فالجان سايكلوفير وده اورال انتي فايرال اجنست سي ام في، والليترموفير ده برضه اورال دراج اجنست سي ام في، وده واحد من الادويه الجديده اللي خدت الاف دي ابروفال في السي ام في بروفلاكسس ديورنج الالوجينيك سيل ترانسبلانتيشن سيتنج. البري امتيف استراتيجي بقى زي ما قلت لكم انك بتعمل ايه؟ بتعمل سكريننج للبيشنت ريجولارلي من خلال السي ام في.
يعني بعمل سي ام في انتيجين وبي سي ار ريجولارلي مره كل اسبوع كده، ولو لقيت بقى ان بدا العيان دوت الانتيجين ليفلز بتاعت السي ام في تزيد في الدم او البي سي ار ليفل يزيد، يبقى ده الشخص بادئ خلاص يدخل فيه الري اكتيفيشن، او قبل ما يبدا يديفلوب السيمتومز تكون انت بدات له على طول انتي فايرلز. اوكي، تبقى على طول انتي فايرال ات ذا تايم اوف سيرو كونفرجن وبيفور السيمتوم. اوكي، ده الفرق ما بين البرايمري بروفلاكسيس وما بين البري امتيف بروفلاكسيس. الادويه بتاعت السي ام في بقى لو حد اوريدي خلاص ديفلوب سي ام في انفكشن، فيرست لاين هو الجان سايكلوفير والفالجان سايكلوفير. الجان سايكلوفير بتديه تو في حالات المودريت تو سيفير كيسز، الفالجان سايكلوفير ممكن يديه في المايلد كيسز. الجان سايكلوفير بتديه اي في بجرعه 5 مللي بير كي جي مرتين في اليوم لغايه لما عنده تحصل له سبريشن اوف فيريميا، وبعد كده كمل بمينتنس فالجان سايكلوفير. الفالجان ده اورال دراج جرعته حوالي 900 ملغ بي اي دي مرتين في اليوم، زي ما قلت لكم بديه في حالات المايلد كيسز وبفول اب بعد كده برضو الانجي ليفل اند البي سي ار. طيب لو العيان ما استجابش الفيرست لاين هو الجان سايكلوفير او الفالجان سايكلوفير اللي هو السامبين اوفر سايت، ساعتها بدي في سكند لاين زي اللي هو الفوسكارنت او الفوسكافير. مشكلته بس هو فير افكتيف لكنه هايلي نيفروتوكسيك، وفي السيدوفيفير ده برضه ممكن نستخدمه في السكند لاين ثيرابي. يبقى الفيرست لاين جان سايكلوفير والفالجان سايكلوفير، والسكند لاين هو الفوسكارنت. من ضمن الانفكشنز برضه هنتكلم عنها هو البي كي فيروس انفكشن، وده برضه دي ان اي فيروس تبع البريوم وفيريدي. يمكن اهميته بصراحه ان هو بيعمل لك يو تي اي، ودي واحده من الحاجات اللي ممكن تعمل لك هيموراجيك او بيعمل هيموراج مع اليورينيشن، فبيخرج مع الديفرنشال دايجنوز في الهيموراج ستاتس اللي هي كوزد باي كيموثيرابي نفسها. اوكي، البيكي فيروس برضه واحد من الفيروسز المشهوره قوي، هتلاقي برضه 90% من البوبليشن حصلها انفكشن، تبقى يوجوالي تبقى ديورنج ايرلي لايف انفكشن بايرلي لايف يو تي اي. لو الشخص اميون كومبتنت خلاص الفيروس بيفضل عنده دورمنت في جسمه، لكن لما بيحصل له اميون سبريشن باورجان ترانسبلانتيشن، وده مشهور قوي برضه في الالوجينكس سيل ترانسبلانتيشن، ومشهور في الكيدني اورجان سوليد اورجان ترانسبلانتيشن، وحد زرع كده برضه بيحصل له ري اكتيفيشن للانفكشن نفسه فروم ذا رينال ابيثيليوم. مع استخدام الاميون سبريسيف اللي انت بتستخدمها بيحصل ري اكتيفيشن للاورجانيزم نفسه. لما بيحصل ري اكتيفيشن يبدا يعمل لك مانيفستيشنز اوف يو تي اي، فيعمل لك سيستايتس، وزي ما قلت لكم هيموراجيك سيستايتس، تدخل الديفيشن دايجنوز بتاعها مع السايكلوفورمايد انديوز هيموراجيك سيستايتس، وممكن يعمل لك طبعا نيفرايتس اب تو رينال ديسفانكشن، ممكن يعمل لك رينال فيلير، ودي زي ما بنشوفها اكتر في الناس اللي هو بيعملوا سوليد اورجان ترانسبلانتيشن رينال ترانسبلانت. التشخيص بتاعنا برضو دايركت، انك بتشوف الفيروس نفسه من خلال الكترون الكترون مايكروسكوبي او من خلال بي سي ار على الديكوي سيلز اللي بتطلع في اليورين، اللي هي بتيجي من الشد اوف اليورين تراكت ابيثيليوم سيلز، او من خلال طبعا من البلازما ان انا بشوف البي سي ار بتاعت الفيروس نفسه. التريتمنت بتاعه كينولونز مع سيدوفوفير. دي كينولونز برغم ان هي انتي بكتيريا لكن لا ليها دور في حالات البي كي فيروس، والسيدوفوفير ده انتي فيرال ميديكيشن. يبقى كده الحمد لله احنا خلصنا عن اول كومبليكيشن، دي واحده من الكومبليكيشنز المهمه قوي في الترانسبلانت سيتنج، وهي ان انفكشنز. وزي ما قلت لكم احنا قسمناها الى 3 مين ستيجز، بري انجرافتمنت وايرلي بوست انجرافتمنت وري بوست انجرافتمنت. ابقى عارف ايه ريسك فاكتورز وايه هي الامبورتنت اورجانيزمز او انفكشنز ديورنج ايتش بيريود. بعد كده هتكلم عن بقى واحد من الـ complications of paramount importance هي الـ GVHD أو graft versus host disease. لو نفتكر كده واحنا بنتكلم في المحاضرة الأولانية اتكلمنا عن الـ allogenic stem cell transplantation، قلت لكم في two concepts related ليها وهو الـ graft versus leukemia والـ graft versus host disease. فكرة الـ graft versus leukemia إن أنت نقلت له stem cells جديدة، stem cells دي بتحمل immunity of foreign immunity، الـ foreign immunity ديت هتبقى تدور على الليوكيميا سيلز وتبدا تاتاك وتعمل لها دامج. نفس الكلام زي ما دي حاجه ايجابيه، انت نقلت له اميون سيستم جديد، الاميون سيستم الجديد ده ممكن يتعرف على البادي تيشوز الموجوده عندنا ويعتبرها نون سيلف ويبدا يهاجمها، فبيعمل لك جي في اتش دي. فجي في اتش دي عباره عن اميونولوجيك كومبليكيشن او اميونولوجيك فينومينا، كل دورها اللي بيحصل فيها ايه؟ ان بيحصل الدونر درايفد اميون سيلز especially T cells which react against the recipient tissues. يعني الدونر T cell او الدونر immunity متمثلة في مين؟ زي ما تشوف الباثوفيزيولوجي بتاعها بيبقى عن طريق التي سيلز، بتبدا تو رياكت اجينست ريسيبيانت تيشوز، فبيحصل مانيفستيشنز اوف جي في اتش دي المختلفه. بعد كده نشوف الريسك فاكتورز بتاعت الجي في اتش دي.
دي برضو حاجة من الحاجات المهمة قوي نبقى عارفينها. ايه الريسك فاكتورز اوف جي بي اتش دي؟ رقم واحد ال HLA disparity, degree of HLA disparity. زي ما قلنا كده انه انت بتعمل سيلكشن للدونر عشان خاطر بقدر الامكان تختار HLA match donor, سواء كان HLA match related ما لقيتش بتدور فيهم the registers على HLA matched unrelated donor, ما لقيتش تقدر تدور بقى other options زي ال HLA mismatched related او ال haplo identical او cord blood. فبقدر الامكان انت بتعمل كل المحاولات عشان خاطر تختار HLA matched دونر. طب لو ما لقيتش الديجري اوف اتش ان ام ماتش دوت, هو ده واحد من الريسك فاكتور بتاعت الجي في اتش دي. ايضا الدونر انيميزيشن ده يبان اكتر في الناس اللي هم هابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن, انه لو الدونر عنده انتي بادز اجينست الاتش ان اي انتجنز بتاعت الريسيبيانت اصلا فروم ذا ستارت, فده بيزود الريسك فور الجي في اتش دي. عشان كده لو لقيت دونر في الهابلو ايدنتيكال وعنده دايما بختار طبعا الدونر اللي هو بيبقى ما عندوش انتيباديز او ما عندوش دونر سبيسيفيك انتيبادي, لكن لو لقيت ما لقيتش اذر اوبشن ولقيت خلاص كل الدونرز ما عندهم دونر سبيسيفيك انتيبادي, ساعتها زي ما قلنا كده انك بتدي اميون سبريسيف عشان خاطر تقلل خالص الاميونيتي بتاعه الدونر نفسه. يبقى ديجري اوف اتش ال اي ديسباريتي والدونر الايمونيزيشن. حاجات مرتبطه بالايج والسكس. الايج الاولدر ايج سواء كان في الدونر او في الريسيبينت بيزود ريسك فور جي في اتش دي. والسكس ديسباريتي يعني لو انت زرعت ميل تو فيميل او فيميل تو ميل بيزود ريسك فور جي في اتش دي, سبيشالي لو زرعت من دونر فيميل لدونر ميل. اوكي دي برضو بيزود فور الجي في اتش دي. يبقى دي حاجات مرتبطه كلها بالدونر والريسيبينت. حاجات مرتبطه بالستام سيل ترانسبلانتيشن البروسيس نفسها بقى هو الستيم سيل سورس. احنا قلنا ان البريفر بلد ستيم سيلز بيبقى فيها earlier engraftment ولكن بيزود ريسك فور كرونيك جي في اتش دي عن البومر ستيم سيلز, عن الكورد ستيم سيلز. هي اقلهم في الجي في اتش هو الكورد ستيم سيل. ليه؟ لان الخلايا بتاعتها بتبقى مور بلوريبوتنت وليس ايمونوجينيك. الكونديشننج ريجيمين ايضا لما تستخدم مايلو ابليتيف كونديشننج ريجيمين بيزود ريسك فور جي في اتش دي عن الريك ريديوس انتنسيتي كونديشن ريجيم. وده ممكن يكون عكس البيسك كونسبت, يعني ادي اقول طب انا لما هستخدم ريك او ريديوس انتنسيتي انا مش بعمل كومبليت ابليشن للاميونيتي بتاعه الريسيبيانت نفسه, فممكن يحصل يعني هاي ريسك فور جي في اتش. لكن في الحقيقه لا, استخدامنا للميلو ابليتيف كونديشن ريجيم بيزود ريسك فور جي في اتش دي, لانه زي ما هنشوف كده الباث في السيرش بتاع جي في اتش دي بيعتمد على حاجه اسمها انك تعمل ري اكتيفيشن لي او تعمل اكتيفيشن للاميونيتي بتاعه الريسيبيانت نفسه. لما يستخدم هايلي مايلوابليتيف كيموثيرابي بيعمل دامج للريسيبيانت تيشوز من ضمنها الثايموس ومن ضمنها الاذر تيشوز, فبيعمل سينثيزيشن للماكروفاجز اللي هي الانجين بريزنتنج سيلز تبقى مور اكتيفيتد ومور لودد. ودي اول مرحله من مراحل الباثوجينيسيس بتاعه الجي في اتش. المرحله الثانيه بعد كده بعمل اكتيفيشن للدونر تي سيل نفسها, ودي نتيجه الاميون سبريشن اللي بتحصل. المرحله الثالثه بقى اللي هي انفلاماتوري بروسيس والسيتوكاين زي ما هنشوف كمان شويه في الباثوفيزيولوجي بتاع جي في اتش. يبقى انا يعني دلوقتي ابقى عارف ايه الريسك فاكتورز بتاعت جي في اتش. في ريسك فاكتورز متعلقه بالدونر والريسيبيانت, في عندنا ديجري اوف اتش ال اي ديسباريتي او السكس ديسباريتي او الايدج صغير او كبير او لو عندك دونر سبيسيفيك انتيبادز, او حاجات متعلقه بالبروسيجر نفسها زي السيم سيل سورس وزي الكونديشننج ريجيمين المستخدم. يمكن برضو الدياجرام ده واحد من الدياجرامز الجديده ابديتد يعني 23 22 23 حاجه كده سلايد ديت, لان هي دي خلاص بقت خلاص فهمنا دي هو الباثوفيزيولوجي اصلا بتاعه الجي في اتش دي ازاي بيحصل. الجي في اتش دي بيحصل من خلال 3 فيزز, ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه زي ما قلت لكم بيحصل اكتيفيشن للهوست انتجن بريزنتنج سيلز, يعني الماكروفاجز والدندريتك سيلز بتاعت الهوست نفسها بيحصل لها اكتيفيشن. وده بيحصل لها اكتيفيشن في اول مرحله وانت بتستخدم الكونديشن ريجن بتاعت الكيمو ثيرابي وانت بتستخدم الريدي ثيرابي, نتيجه الثايميك دامج اللي بيحصل ونتيجه زي ما قلت لكم الكونديشن ريجن اللي بيعمل تيشو دامج. الكلام ده كله بيطلع الرجن او سيتوكاينز بتعمل اكتيفيشن للهوست انتجن بريزنتنج سيلز. فالانتجن بريزنتنج سيلز بتاعت الهوست بتبقى خلاص كده ايمونايزد ويدوب على تكه انها تعمل ايه, تعمل تو بريزنت الانجن للدونر تي سيلز. فتيجي المرحله الثانيه وهي دونر تي سيل اكتيفيشن. يبقى عملنا اكتيفيشن للهوست انجن بريزنت سيلز اللي بتاخد الانجنز خلاص بقت لودد بالانجنز وبتقدمهم بعد كده للدونر تي سيل. فالمرحله الثانيه هي
الفيز نمبر 2 اللي هي اكتيفيشن اوف ذا دونر تي سيلز. وفي هذه الحاله الدونر تي سيلز بتلاقي الانتيجنز متقدمه من انتيجن بريزنتنج سيلز وذاوت الريجيلاتوري رول بقى بتاعه البي سيلز وبتاعه التي هيلبر سيلز. يعني انت خلاص حطيت تي سيلز ملغمه ما فيش فيها قوات دفاع تبدا تحجمها. يعني يوجوالي التي سيلز عندنا في جسمنا بتبقى متحجمه من خلال التي هيلبر سيلز اللي موجوده، من خلال الريجاتوري ناتشر كيلر سيلز اللي موجوده. طيب انت لما حطيتها في بيئه بقى مش ما فيش فيها الريجاتوري ناتشر كيلر سيلز، ما فيش فيها تي هيلبر سيل، ده بيزود طبعا اكتيفيشن للدونر تي سيلز. اول محل حصل اكتيفيشن للهوست انتيجين بريزنتنج سيل، المحل الثاني بيحصل اكتيفيشن للدونر تي سيلز. المرحله الثالثه هي مرحله بقى السيلر اند انفلاماتوري افكتورز. خلاص بقى عندك تي سيلز بقت حصل لها اكتيفيشن، تبدا تطلع سيتوكاينز انفلاماتوري سيتوكاينز زي تيومر نيكروز فاكتور الفا وبيتا، الانترلوكين 17 والسيتوكاينز ديفرنت سيتوكاينز. هي دي بقى دي الباث فيزيولوجي بتاعت بقى الاكيوت جي في اتش دي او الكرونيك جي في اتش دي باختلاف نوع السيتوكاينز اللي بيأكتيفيت في كل مرحله. وبناء على ذلك احنا بنقسم الجي في اتش زي ما قلت لكم مين اللي بنقسمهم على حسب التايم اونست اوف سيمبتومز الى اكيوت جي في اتش دي اللي هي قبل 100 يوم، اوكي، وكرون جي في اتش دي اللي بعد 100 يوم. لكن الكونسبت ده اتغير، ما بقاش تايم بيس ديفينيشن لكنه بقى سيمبتوم بيس ديفينيشن. فبقيت الجي في اتش دي اكيوت جي في اتش دي بتعرف ان في عندنا افكشن اوف وان اوف ثري اورجنز، او يعني وان اور مور من ثري اورجنز اللي هم السكان والجت والليفر، سكن وجت وليفر. والكورونا جي في اتش دي بقى مينلي باث فيزيولوجي، هو بيحصل تيشو دامج وتيشو فايبروزس افكشن اوف ديفرنت اورجنز، فبيحصل سكيروزس ممكن على مستوى السكن، على مستوى الماوس اللي هو ميوكوتينيس، يعني على مستوى الجوينتس المسلز الليفر اللنج الجي اي تي. اي بروسيس اوف سكليروزس وانفلاميشن وفايبروزس ده هيبقى كرونيك جي في اتش دي. خلاص، وبناء عليه يبقى عندنا كلاسيك جي في اتش دي اللي هو بيحصل في اول 100 يوم، وفي عندنا حاجه اسمها ليت اونست اكيوت جي في اتش دي اللي هو ما بعد اول 100 يوم، وفي عندنا كلاسيك كرونيك جي في اتش دي اللي هو ما بعد ال 100 يوم، او حاجه اسمها كرونيك اوفرلاب لو حصلت السيمبتومز دي قبل ال 100 يوم. يبقى ده عامه اكيد جي في اتش دي وكرونيك جي في اتش دي. الاكيد جي في اتش دي زي ما قلت لكم بقى سيمبتوم بيز ديفينيشن، التايمنج على حسب التايمنج اللي هنشوف دلوقتي حاجه اسمها كلاسيك اكيوت وليت اونست اكيوت، وكرونيك جي في اتش دي بقى سيمبتوم بيز وعلى حسب التايمنج الى كلاسيك كرونيك وكرونيك اوفر لاب. تعالى نتكلم على كل واحد فيهم بقى بالتفصيل شويه. الاكيد جي في اتش دي وايه هو البرزنتيشن بتاعه، هي البروفلاكسس والمانجمنت بتاعنا، وكرونيك جي في اتش دي بعرف برضه الباثوفيزيولوجي والبرزنتيشن والبروفلاكسس اند تريتمنت. اولا هتكلم عن الاكيوت جي في اتش دي. الاكيوت جي في اتش دي زي ما قلت لكم الباث فيزيولوجي بتاعها هو الثري فيزز اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه بيحصل اكتيفيشن الهوست انتيجن بريزنت سيل، وبعد كده اكتيفيشن دي الدونر تي سيل، وبعد كده بيحصل انفلاماتوري افكتورز اللي بتطلع سيتوكاينز. من ضمن هذه السيتوكاينز هو تيومر نيكروز فاكتور بيتا والانترلوكين 17 اللي اتاك بقى 3 مين اورجنز اللي هم السكن زي ما قلت لكم والليفر والجت. على مستوى السكن تبدا تعمل سكن راش، على مستوى الليفر تعمل لك هيباتايتس يبقى بشكل جوندس، وعلى مستوى الجت يبدا بشكل نوزيا وفومتنج ودايري. وهي دي 3 مين مانيفستيشنز بتاعت الاكيوت جي في اتش دي. الاكيوت جي في اتش دي الانسنس بتاعنا من 40 ل 50% من العيانين في حالات ال HLA matched related donor. يعني حتى لو انت خدت HLA matched related donor ال incidence of acute GVHD حوالي 40%، بيزيد لو انت خدت HLA matched unrelated donor. يعني حتى لو HLA matched و unrelated بيوصل حوالي 60-70%. فطبعا دي نسبة عالية قوي، يعني تقريبا اكتر من نص العيانين بيحصل لهم GVHD. التايمنج زي ما قلت لكم قسمناهم بقى على حسب التايم الى كلاسيك اكيد جي في اتش دي اللي هي قبل 100 يوم، وليت اونست اللي هي ما بعد ال 100 يوم. البرزنتيشن هو ده اهم حاجه زي ما قلت لكم، هو احنا بنقسمه الى كلينيكال ديفينيشن افكشن للسكن او الجت او الليفر. على مستوى السكن سكن راش او ديسكريميشن، الجت نوزيا فوميتنج ودايريا دي اهم حاجه فيهم، والليفر هايبر بيليروبينيميا. والتشخيص بتاعنا هو كلينيكال دايجنوس. ده ما احنا شايفين كده منظر السكن افكشن شكل طبعا زي ما احنا شايفين كده ماكرو بابر راش، الجت ابر جت نوزيا فوميتنج او لور جت دايريا، والليفر الهايبر بيلوبيديميا.
يبقى اتكلمنا دلوقتي عن الانتروداكشن الانسيدنس بتاعه والبرزنتيشن بتاعه. الستيجنج بتاع الاكيد في اتش دي حاجه اسمها ماجيك ستيجنج سيستم، ودي بنقسمهم على حسب الثري اورجان افكشنز، بدي كل واحده فيهم ستيج وبعد كده بعمل فاينل جريدنج. يعني مثلا فور اكزامبل السكان افكشن، لو سكان افكشن اقل من 25% يبقى ده ستيج 1، من 25% 50% يبقى ستيج 2، لو حصل حاجه اسمها اريثروديرما يبقى ستيج 3، يعني افكشن اوف مناطق كبيره قوي على مستوى الجسم. لو بقيت بقى بولي وديسكوميشن يعني سيفير سكان افكشن يبقى ده ستيج 4. الدايريا على حسب الاماونت اوف دايريا، لو من نص الى 1 لتر بير داي يبقى ستيج 1، من 1 لتر ل 1.5 لتر يبقى ستيج 2، طيب من 1.5 ل 2.5 يبقى ستيج 3، اكتر من ذلك يبقى ستيج 4 ومعاها بريتيك ارياس. الالبيوم البيلروبين على حسب الليفل اوف بيلروبين، لو من 2 لغايه 3.5 يبقى ستيج 1، من 3.5 ل 8 ستيج 2، من 8 ل 15 ستيج 3، وستيج 4 اكتر من 15. وابدا بقى اجمع الارقام بتاعتي كده، لو العيان دوت ما عندوش اي اورجان افكشن يبقى ده جريد 0، لو عنده سكين افكشن في ستيج 1 اور 2 يبقى جريد 1، طب لو عنده سكين افكشن جريد 3 بلس معاه او اي او بلس اور ماينس، ليفر افكشن جريد 1 او جات افكشن جريد 1 يبقى ده جريد 2. جريد 3 اللي هي بيسموها مودريت مودريت كيسز، عندك جات افكشن ستيج 2 3 او ليفر افكشن ستيج 2 3 او سكين من 0 ل 3، وستيج 4 او جريد 4 سفير جريد لو عندك اي رقم 4 من اي ستيج 4 من الستيج 4 سكين او ستيج 4 ليفر او ستيج 4 جات، يبقى دوت سيفير او بيسموها جريد 4 اكيوت جي اتش دي. اهميه الجريدنج طبعا انا بتحضر يعني بتختلف معايا في التريتمنت اوبشنز بتاعتي، يعني انا في المايلد كيسز خالص وحد عنده جريد جريد 1 يعني سكين بس افكشن بحط توبيكال ايمولينس ستيرويدز، لو مودريت او مايلد تو مودريت كيسز ببدا احط ستيرويدز، لو سيفير كيسز لا بحط ستيرويدز بجرعات اعلى طبعا، وممكن تحط بعدها اذر لاين اوف ثيرابي زي ما هتشوف كمان شويه. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن جي بي اتش دي كانتروداكشن او هي الباث فيسيولوجي بتاعتها ايه، البرزنتيشن اكيد جي بي اتش دي البرزنتيشن بتاعها ايه، والستيجنج بتاعنا. هنتكلم بعد كده عن البروفلاكسيس اند تريتمنت. البروفلاكسيس ده واحد برده من الحاجات المهمه قوي، ممكن حتى يجي يسال واحد كده ايه هو البروفلاكسيس اند تريتمنت في جي بي اتش دي. البروفلاكسيس نبقى عارف ممكن يكون حاجه اسمها نون فارماكولوجيك وفارماكولوجيك، يعني مش باستخدام ادويه باستخدام الادويه. نون فارماكولوجيك انك بتعمل بروبر ماتشنج قدر الامكان، تستخدم زي ما قلت لكم اتش ال اي ماتش الدونر، يبقى الدونر والريسيفمنت يبقوا اتش ال اي ماتش بقدر الامكان، ماتش ريليتد وبعد كده ماتش ان ريليتد لو مش موجود ماتش ريليتد. في تكنيكس ثانيه اسمها تي سيل ديبليشن، ودي بتبقى مهمه قوي سبيشالي في الهابلو ايدنتيكال ستيم سيل ترانسبلانتيشن. هي الفكره زي ما قلت لكم احنا قلنا ان الجي في اتش بيعتمد في المرحله الثانيه او في الفيز نمبر 2 على الاكتيفيشن اوف ذا دونر تي سيل. ففكره طب واي نوت ان احنا نشيل التي سيلز خالص بقى من الدونر ستام سيلز، اوكي يعني اشيل خالص التي سيلز. هي طبعا ليها حاجات ايجابيه ولكن ليها برضه دروباكس. الدروباك ان انت التي سيل دي اصلا بتساعد في انجرافتمنت، فلما تشيلها بتزود ريسك فور انجرافتمنت فيلير كمان، وطبعا لما يبقى يحصل ديليد انجرافتمنت او جرافت فيلير بيزيد الريسك فور انفكشن. كمان هي بيلعب دور في ال زي ما بتلعب دور في الجي في اتش دي، بتلعب دور في الجراف فيرسس لوكيميا افكت، عشان كده لما بتعمل تي سيل ديبليشن بيزيد الريسك فور ريلابس اوف ذا ديزيز، اوكي؟ فدي دروباكس بتاعه تي سيل ديبليشن. لكن التي سيل ديبليشن واحده من الحاجات زي ما قلت لكم ميثودز بتتعمل ممكن في الهابلو ايدنتيكال عشان خاطر اقل ريسك فور جي في اتش دي، ودي ممكن تتعمل بطريقه من اثنين، ان فيفو يعني بعمل ابليشن للان فيفو تي سيلز بعد ما العيان ياخد سيم سيلز وياخد سيم سيل دوز، بديله بعد كده حاجه زي الاي تي جي او الالمتوزوماب. الالمتوزوماب ده انتي سي دي 52 بيعتك التي سيل نفسها، الاي تي جي انتي ثايموثايت جلوبلين برضه بيعمل دامج للتي سيلز، فدي وان اوف ذا ميثود اوف تي سيل ديبليشن ان فيفو. او اكس فيفو بقى انك تعمل يا اما بوزيتيف سيلكشن او نيجاتيف سيلكشن، بوزيتيف سيلكشن يفيد 34 بوزيتيف سيلز، او نيجاتيف سيلكشن انك تعمل بقى انا مش عايز خاطر خالص ان انا اختار التي سيلز دي، فبجيب زي ماجنتس كده يشوف الخلايا اللي هي سي دي 3 بوزيتيف وسي 19 بوزيتيف، او اللي هي تي سيل ريسبتور الفا بيتا بوزيتيف اللي هي مين بتكسبريس التي سيلز الموجوده على الدونر بتاع ترانسبلانتيشن، ودي بتبقى واحده من البروسيسنج بتاعه الستام سيلز في يعني ديورنج الترانسبلانت بيريود. يبقى اذا دي نون فارماكولوجيكال ميثودز فور جي في اتش دي بروفلاكسس. اولا اختيار الدونر صح، تاني حاجه تعمل تي سيل ديوريشن سواء زي ما شفنا ان فيفو او اكس فيفو، الاكس فيفو ان بوزيتيف سيلكشن او نيجاتيف سيلكشن. الفارماكولوجيك
ريجيمنتس ودي ديفرنت بروتوكولز زي ما احنا شايفين كده. وطبعا البروتوكولز عماله تزيد اللي بيستخدمها فور جي في اتش بروفلاكسس، لكن في الاول وفي الاخر هي بتحمل الكونسبت العام ان انا بستخدم دوايين، واحد فيهم بيبقى انتي بروليفريتيف والتاني فيهم بيبقى اميون سبريسيف. يعني باخد دوايين انتي بروليفريتيف واميون سبريسيف. وان اوف ذا ايرلي كومبينيشنز اللي كنا بنستخدمهم هو الميثروكسيت مع سايكلوسبرين. الميثروكسيت ده انتي بروليفريتيف وسايكلوسبرين بيبقى اميون سبريسيف. بيشتغل عن طريق ان هو كالسينيورين انهبيتور فبي انهبيت التي سيلز نفسها. واحد برضه من الكومبينيشنز الثاني اللي برضه زاد استخدامه هو الميثروكسيت مع التاكرولايموس. التاكرولايموس ده بديل كده او اخو سايكلوسبرين، سوري اخو سايكلوسبرين، بيشتغل برضه ان هو بي انهبيت التي سيل، هو برضه كالسينيورين انهبيتور. بعدين بدأنا نحط تايب 1 نوت ان احنا نريبليس الميثوتريكسيت بمايكوفينوليت. المايكوفينوليت ده برضه واحد يعتبر انتي بريفيتيف بيحل محل كده الميثوتريكسيت. ممكن اعمله كومبينيشن برضه مع سايكلوسبرين او مع تاكرولايموس. وممكن استخدم برضه السيرولايمز. السيرولايمز ده امتور انهبيتور مختلف شويه بقى عن الميثوسيت والماكفينريت. ويمكن الايرا الجديده بقى اللي هي بقت البوست ساي او بوست سايكل اوف سمايد في ترانسبلانتيشن. يمكن البوست ساي بروتوكولز اول ما ظهرت في الهابل ايدنتيكال ستام سيل ترانسبلانتيشن، شفنا كده وان اوف ذا اوبشنز اللي كنا بنستخدمهم في الهابل ايدنتيكال ترانسبلانتيشن عشان خاطر تعمل تقلل ريسك فور جي في اتش دي. وبعمله كومبينيشن مع ممكن التاكرونايمس مع مايكوفينريت، او ممكن تعملوا كومبينيشن ما بين مايكوفينريت مع سايكلوسبرين، يعني او ممكن تعمل كومبينيشن مع سايكلوسبرين لوحده. بس كل دي كومبينيشنز في الاخر الموست ستاندرد اللي هي اتخذت في الفيرست ترايل كان بوست ساي او سايكلوسبرين ما بعد الزرع مع التاكرونايمس مع المايكوفينريت. كل دي اوبشنز زي ما احنا شايفين كده. وبقى في عندنا كمان نيور اوبشنز اللي ممكن تتحط كمان انك تحط بدل البوست تايب حاجه اسمها باتاسبت او حاجه برضو انذر دارت اللي هو كيم كان ريسبتور 4 انهبيتور او 5 انهبيتور سوري. كل دي ميثودز ان احنا بندور على حلول جديده عشان خاطر الريسك فور جي في اتش دي اللي هي واحده من زي ما قلت لكم الباراباوند كومبليكيشنز او البعبع الكبير قوي في السيتنج اوف الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يمكن ده وان اوف ذا ايرليير بروتوكولز اللي هو كان ميثوكسيد سايكوبسمايد زي ما شايفين كده. انا كاتب لكم حتى الحاجات جايب لكم بالدوز بتاعتها. يمكن مش موجود مش مفروض علينا نبقى حافظين البروتوكولز او الدوز بتاعتها، لكن عارفين بس الكونسبت نفسه. يعني لو محدش اشتغل حط ايده في ترانسبلانتيشن وزرع كده يبقى عارف عامه ايه هي الكونسبت هتحطهم ازاي. يعني السايكلوسبرين بيتحط من دي ماينس 1 من الانفيوجن بتاع الستام سيلز وبيكمل بعد كده لغايه دي بلس 30 او 60 على حسب الريسبونس بتاعنا. بيدوس 3 ميلي بير كي جي بير دي او يبقى اي في، وبعد كده بنحط اورال وريبليس طبعا التارجت ليفل بتاعنا يبقى 150 200. ونمسك كده سايكلوسبرين كنا بنستخدمه في بومر فيلير سندرومز وكان التارجت بتاعنا بيبقى اعلى شويه من 200 دي 300 نانو جرام بير ملتر. الميثروكسيد بيستخدم ما بعد الترانسبورتيشن زي ما احنا شايفين كده في دايز داي 1 و3 و6 و11، وبعد الناس بتقوم الداي 11 دوت 1 و3 و6 بدوس من 15 ل 10 ملي جرام بير متر سكوير. ده ادي الادويه اللي احنا بنستخدمها زي ما قلت لكم والميكانيزم في اكشن. اشهرهم زي ما قلت لكم سايكلوسبورين وتاكرولايمس والاثنين بيبقوا كالسينيورين انهبيتور. الميثروكسيد ده انتي بروفيتيف بينهبيت التي سيلز، والمايكروفينريت برضه ده انتي بروفيتيف بينهبيت الانزيم والفوسفيت موجود في التي سيلز. السيرولايمس او سيرولايمس سوري ده امتور انهبيتور بينهبيت برضه الانترلوكين 2 بتاعت التي سيلز. شفنا الميثروكسيد سايكلوسبرين ده واحد من زي ما قلت لكم من الايرليير بروتوكولز. بعدها برضو حطينا برضو كومبينيشن ميثوكسيت مع تاكرولايمس. نفس الفكره برضو تاكرولايمس بيبدا من داي ماينس 1 او ماينس 2 من الانفيوجن. وبعد كده ميثوكسيت داي 1 و3 و6 و11 من 15 ملغ بير سكوير بعد 10 ملغ بير متر سكوير. وممكن زي ما قلت لكم ممكن نعمل كومبينيشن ويز نيو بروتوكولز حاجه زي مثلا هنا المارافيروك. المارافيروك ده عباره عن كيموكاين ريسبتور 5 انهبيتور، وده دواء اول ما اتعمل في الاتش اي في. ويمكن في ترايل كده كانوا خدوا فيها بيكمبير بوست ساي مع المايكوفينريت تاكرولايمس بالمارفيروك مع ميثروكسيت تاكرولايمس، وتقريبا برضو من الحاجات اللي كانت افكتيف. عشان كده وان اوف ذا بروتوكولز ممكن تستخدمه جديد. يعني ممكن تستخدم ميثروكسيت تاكرولايمس لوحده او بلس اور ماينس المارفيروك او بلس اور ماينس الاباتاسبت. وده من النيو دراجز كمان بيستخدموها فور بروفلاكسس سبيشالي في السيتنج اوف هابلو ايدنتيكال ستام سيل ترانسبلانتيشن.
البوست صاي، وزي ما قلت لكم ده اول ما طلع فيه الهابل ايدنتيكال. دلوقتي كمان بقى خد الابروفال فيه، ممكن حتى في عين ان هم النون هابل ايدنتيكال سبيشالي لو انت هتستخدم في النون مالجنت ديس اوردرز، وهتستخدم ريك ترانسبلانتيشن. يعني في ريك ترانسبلانتيشن كمان وان اوف ذا بروفلاكسز بروتوكولز اللي هو بوست سايد. لو انت هتستخدم المايور ابيتيف كونديشن ريجيمنت، لا يزال برضو الميثوكسيد سايكلوسبرين وان اوف ذا اوبشنز موجوده فيها. طبعا الديتيلز بتاعت كل واحد فيهم بروتوكول مع انهي كونديشن ريجيمنت دي اكتر الناس اللي هي زي ما قلت لكم حاطه ده في الترانسبلانت وبتشغل ترانسبلانتيشن، ابقى عارف انه مثلا فور اكزامبل زي ما قلت لكم الناس اللي هم بيستخدموا هابلو ايدنتيكال يبقى استخدم بوست ساي كومبينيشن. في الناس اللي بيعملوا ريك دلوقتي خلاص خدنا اف اي ابروفال في بوست ساي كومبينيشن. في الناس اللي هم بياخدوا مير ابديتيف كونديشن ريجيمنتس لا يزال الميثوكسيد سايكلوسبرين هو ده ستاندرد اوف كير. However, this is waiting طبعا for approval of the post time not tested في ال setting دوت يعني. بس one of the protocols اللي استخدموها كتير قوي في ال GVH prophylaxis في ال hablo identical و non hablo identical transplantation دلوقتي هو ال post sign. ال post sign مع microfenerate مع tacrolimus. الفكرة هنا بس انه بدي ال post sign على 2 days post transplant، ممكن دي في اليوم التالت والرابع او اليوم التاني والتالت بدوز 50 ملي بير كي جي. والتاكرولايموس والمايكروفينريت بيبدا من داي 5، يعني مش بيبدا ايرلير بقى من ترانسبلانتيشن، لان انت لما تدي هنا السايكوفوسمايد انت عايز تاتاك التي سيلز اللي اتحقنت، العيان ده كان لسه واخد تي سيل دوز مع الستيم سيل دوز، فما ينفعش ادي حاجه تسبريس الامين سيستم قبل الانفيوجن. لا انا ببدا بعد بقى ما بدي الدوز بتاعت السايكوفوسمايد. زي ما احنا شايفين كده زي ما قلت لكم الدوز بتاعته بتبقى اعتقد من 30 ل 50 ملي بير كي جي على مدار يومين. هو ده دوز بتاع السايكوفوسفامات بالاميونو سبريسيف دوز. والمايكروفينريت بيبدا من داي 5 داي بلس 30، والتاكرولايمس او السيرولايمس ان كومبينيشن مع المايكروفينريت بيبقى من داي بلس 5 او داي 180. فكده اتكلمنا تقريبا عن البروفلاكس اوف جي في اتش دي. مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ الديتيلز بتاعت البروتوكولز، بس ابقى عارف ايه هي الدراجز اللي بستخدمها ان كومبينيشن في جي في اتش بروفلاكسس. والاهم بقى ابقى عارف جي في اتش دي تريتمنت. الجي في اتش دي تريتمنت زي ما قلت لكم بيعتمد على ويتش جريد اوف جي في اتش. يعني انت عندك كان في جريد 1 اللي هو سكن افكشن اونلي بتستخدم توبيكال سترويدز. لو انت بتستخدم جريد 2 تو 4 يعني مايلد تو سيفير كيسز بستخدم بقى سيستميك سترويدز. طبعا السيم سترويدز الموست كومن ستيرويد في حالات الاكيوت جي في اتش دي هو الميثيل بريدنيزولون بالجرعه 2 مللي بير كي جي بير داي. خلاص الميثيل بريدنيزولون بيستخدم اي في. لما يجي نشوف كرونيك جي في اتش دي هتلاقي انه الموست كومن ستيرويدز اللي بيستخدمه هو البريدنيزولون بدوز 1 مللي بير كي جي بير داي. فعشان خاطر الام اس كيو بس الفرق بينهم، ساعات بتسال في الام اس كيو ايه الويتش دراج فيرست لاين والدوز بتاعته ايه. فالميثل بريدنيزولون في حالات الاكيوت جي في اتش دي، بريدنيزولون في حالات الكرونيك جي في اتش دي. الدوز بتاعت الميثل بريدنيزولون 2 مللي بير كي جي، الدوز بتاعت البريدنيزولون في الكرونيك جي في اتش دي بتبقى 1 مللي بير كي جي بير داي. اوكي يبقى ده الفيرست لاين ثيرابي. السكند لاين بقى في عين هم ستيرويد ريفراكتوري اكيوت جي في اتش دي. الدواء الوحيد اللي واخد اف دي ابروفال هو الروكسيلاتينيب واللي هو الجاكافي او جاك 2 انهبيتور. وده برضه من حاجه من حاجات الفريكوينت اسكت لان هي لسه ريسنتلي واخده اف دي ابروفال في السيتنج اوف ترانسبلانتيشن. في اذر بقى لاين اوف تريتمنت ممكن تستخدمها ان اوبشن لو عيان ما استجابش كويس زي الانفليكس ماب لو انترلوكين 6 انهبيتور والايتان ريسبت. المايكروفينريت لو انت مش واخده اصلا كبروفلاكس بروتوكول ممكن تحطه في التريتمنت. الاي تي جي والانمتوز ماب احنا قلنا ان هم دول بينهبت التي سنس. يبقى الانفليكس ماب والايتان ريسبت دول انترلوكين 6 انهبيتور، الاي تي جي والانتوزماب وده تي سيل انهبيتور، والمايكروفينريت برضه تي سيل انهبيتور عشان بينهبت الانزيم مونوفوسفيت باس واي جوه التي سيلز نفسها. يبقى كده اتكلمنا عن الاكيوت جي في اتش دي، اتكلمنا اول حاجه يعني ايه اكيوت جي في اتش دي، واتكلمنا عن البرزنتيشن بتاعها والستيجنج بتاعها البروفيلاكسز اند تريتمنت. هنتكلم عن كرونيك جي في اتش دي، نفس الكلام برضه الباس فيسيولوجي. هي نفس الثري ستيجز اللي احنا قلنا عليهم. رقم واحد اول حاجه الانتيجن او اكتيفيشن اوف ذا هوست انتيجن بريزنت سيل اكتيفيشن، وبعد كده اكتيفيشن للدونر تي سيل،
وبعد كده بتدخل مرحله الايه الاميون افكتورز او الانفلاميشن اند سيتوكاينز. الفكره بس هنا انه السيتوكاينز المسؤوله عن البروسيس بتاع الكرونيك جي في اتش دي مختلف عن السيتوكاينز المسؤوله عن البروسيس بتاعت الاكيوت جي في اتش دي. يعني هنا بقى المرحله بتاعت السيتوكاينز بتعمل اكتيفيشن دي التي جي اف تيومر جروس فاكتور بيتا والتيومر نيكروز فاكتور الفا والانترلوكين 17 بتعمل اكتيفيشن للفايبروبلاست، وهو ده يمكن الخليه بقى المسؤوله عن البروسيس بتاعت الفايبروزس والاسكيروزس اللي هي الهول مارك في كرونيك جي في اتش دي. يعني هول مارك في كرونيك جي في اتش دي بيحصل تيشو انفورميشن تيشو فايبروزس وتيشو سكيروزس مينلي ميديتد باي الفايبروبلاستس. الكرونيك جي في اتش دي نسبتها برضه حوالي 50% او اكتر في الترانسبلانتيشن سيتنج. احنا بنقسم كلاسيفيكيشن اكورنج تو تايمنج الى كلاسيك جي في اتش دي بعد يوم 100 يوم او حاجه اسمها كرونيك اوفرلاب، يعني اوفرلاب ما بين اكيوت وكرونيك سيمتومز. والهول مارك فيها في عندك فيتشرز زي ما قلت لكم اوف اوت ايميون ديزيز اند اورجان فايبروس. البرزنتيشن او الموست افكتد اورجانز زي ما احنا شايفين كده السكين والميكوزا فميوكوتينس المسل والجوينتس والليفر واللانس. اولا على مستوى السكين ممكن تلاقي طبعا سكين فايبروس يبقى في شكل لايكن بلانس او سكلروتيك تشينجز او ديسبيجمنتيشن سواء كانت هايبر او هايبو بيجمنتيشن. اوكي على مستوى الميكوزا في الماوس برضه ممكن تلاقي مايك لاكن بلانس على مستوى الماوس او ليكوبليكيا. على مستوى الاي ممكن تلاقي زيروستوميا او ديروستوميا في الماوس او دراي اي اللي هي زيروستوميا. اوكي يبقى ممكن في الماوس الاقي لايكن بلانس، ممكن تلاقي ليكوبليكيا او زيروستوميا. على مستوى الاي يبقى في عندك دراي اي اللي هي زيرو ثانية، وممكن تلاقي كمان كونجنكتيفايتس سكه او انفلاماتوري كونجنكتيفايتس. يبقى ده مستوى السكن والميكوزا. ايضا في النيل ممكن تلاقي فيه ديستروفيك تشينجز على مستوى النيلز تبع السكن، يعني يبقى سكن والنيل والميكوزا والاي. المسل والجوينت، المسل والجوينت بيحصل طبعا انفلاميشن وبيحصل فايبروزس في المسل، فيحصل مسل ويكنس فاشياتس، ممكن تلاقي كمان جوينت ستيفنس. الليفر واللنج، الليفر ممكن تلاقي طبعا منظر كرونيك هيباتيتس، ممكن يحصل ليفر فايبروزس وده بيبان انك في عندك اليفيتد بيلروبين واليفيتد ترانسامينيزس. اللنج برونكيولايتس وبريتشنز، في برضه بيحصل مايكرو فايبروزس للسمول اير ويز الموجوده في اللنج. يبقى الهول مارك زي ما احنا شايفين كده هو تيشو اوتو اميون تيشو دامج اند فايبروزس على مستوى بقى السكن، على مستوى الميكوزا، على مستوى المسل جوينت واللنج والليفر. تاني ده المنظر بتاعنا اهوت السكن زي ما قلت لكم ممكن يحصل ديسكورميشن او ديسبيجمنتيشن هايبر او هايبوبيجمنتيشن. من الحاجات السبيسيفيك قوي لو انت لقيت لايكن بلانس او سكلروس. النيل ديستروفي دي من الحاجات برضو مهمه في النيلز اللي ممكن نشوفها. الماوس والايز، الماوس والايز بيبان كده سيمتوم زي الناس عندهم كده ايه كونجنكتيفايت السكه او الناس عندهم سكه سندروم، عندهم دراي ماوس دراي اي. ممكن تلاقي كمان لايكن بلانس موجوده في الماوس او لوكوبليكي زي ما شفنا او كونجنكتيفايتس. على مستوى المسل والجوينتس بيحصل فاشياتس انفلاميشن ومايوسايتس وجوينت ستيفنس. على مستوى الليفر زي ما قلت لكم بيحصل جوندس ترانس امينيتس. على مستوى اللنج بيحصل اوبستراكتيف سي او بي دي يعني او برونكيلايتس اوبرترانس. ممكن كمان على مستوى جي اي يحصل لهم طبعا سام سورت اوف ستريكتشرز ويبس اسفجيال ويبس دايريا ويتوس اند سو اون. يبقى دي كلها مانيفستيشنز بتاعت الكرونيك جي في اتش دي. يبقى كرونيك جي في اتش دي الانسنس حوالي 50% الباثوفيسيولوجي كان معناه مينلي ان بيحصل تيشو فايبروسس اند اوتو اميون دامج وتيشو فايبروسس، وكلمنا عن البرزنتيشنز ديفرنت اورجنز افكشن. في الاكيوت جي في اتش دي كنا بنعمل ستيجنج خلال ماجيك ستيجنج سيستم، اما هنا في حاله كرونيك جي في اتش دي بنعمل ستيجنج خلال حاجه اسمها ان اي اتش ستيجنج سيستم. والان اي اتش ستيجنج سيستم هو سيستم معقد كده شويه زي ما هنشوف، يعني مليان ديتيلز كده يمكن مش حاطط الصوره بتاعته، لكن الفكرته بس انك تدي كل اورجن افكشن بجمع الاورجنز اللي هي افكتد وادي كل واحد فيهم جريد فروم 0 تو 3. 0 مفيش مانيفستيشن خالص، 1 في مايلد افكشن، 2 moderate affection، 3 severe affection. انا بحاول ابسطها كده كان مش بالظبط قوي كده، لكن بالتبسيط يعني بدي لهم grades from 0 to 3. يعني نشوف السكن، سكن مثلا grade affection بتاعته عنده مثلا joint grade affection 1، ابص على اللنج grade affection 0 وهكذا، ابدا اجمع السكورز بتاعتي. الجريدنج بقى بتاعت او الستيجنج بتاعت
Chronic GVHD بيعتمد على how many organs affected، والحاجة التانية السكور بتاع each organ. فلو انت عندك one or two organs واخدين سكور، كل واحد فيهم سكور one، يبقى فيها زي الحالة بقول ده mild disease. لو انت عندك two or more organs واخدين سكور one، او لو عندك one organ واخد سكور two، او عندك lung score one، يبقى في هذه الحالة ده بسميه moderate disease. moderate disease لو two or more organ affected ب score one، او لو عندك one organ affected واخد سكور two، او لو lung affected واخد سكور one. طبعا lung affection بالبرونكرياتس اوبستانس ده بيخليك دايما في severe cases. السيفير cases زي ما احنا شايفين كده، لو عندك more than one organ او any organ واخد سكور 3، او لو عندك lung score 2. يبقى لو lung score 2 او any organ واخد سكور 3، في زي حاجه بنسميها severe cases. المانجمنت فيرست لاين بيبقى هنا ستيرويدز، بس يبقى بريدنيزون. لو نفتكر كده في الاكيوت جي اتش دي قلت لكم الفيرست لاين بيبقى ميثايل بريدنيزون، ودوز بتاعته كانت 2 مللي بير كي جي، اما هنا بيبقى بريدنيزون بدوز 1 مللي بير كي جي. اوكي، باي ديفينيشن في حاجه اسمها ستيرويد ريفراكتوري وستيرويد ديبندنت كرونيك جي اتش دي. ستيرويد ريفراكتوري معناها ان العيان ما استجابش للستيرويدز افتر 1 تو 2 ويكس. ستيرويد ديبندنت معناها ان العيان دوت لازم او لسه السيمبتومز بتاعته محتاجه ان يمشي على دوز من الستيرويدز حوالي اكتر من 0.25 ملي جرام بير كي جي، يعني تقريبا ربع وزن الجسم خلاص، عشان خاطر انك تو بريفنت ديزيز بروجريشن او تو بريفنت ريكيرنس اوف ذا ديزيز. يبقى دي بنسميها ستيرويد ديبندنت. الاوبشنز فور ستيرويد ريفراكتري او ستيرويد ديبندنت بقى في عندنا نيو اف دي ابروفد دراجز، هم ثلاث دراجز واخدين اف دي ابروفن، اللي هو الروكسوليتينيب اللي هو الجاكافي، وده واخد زي ما قلت لكم ابروفل في الاكيوت في الكرونيك جي بي اتش دي. الاي بروتينيب وده بنستخدمه في ال سي ال ال بارتون تيريزين كانيز انهبيتور، وفي نيو دراج اللي هو البيلو موسيدال. البيلو موسيدال ده واحد برضو من النيو اف دي ابروفد دراجز في علاج الكرونيك جي في اتش دي. في اذر لاينز فور تريتمنت زي التاكرولايموس والمايكروفينوليت والريتوكسيماب، الفوت ثيرابي لو اكسكوبريال فوت ثيرابي دي لو فيلد سكند لاين اوف تريتمنت. يمكن 3 مين دراجز هنتكلم عنهم دلوقتي زي ما قلت لكم، او اللي هم يعتبروا واخدين عاملين ثوره شويه في التريتمنت اوف كرونيك جي في اتش دي. هنا دي النيو اف دي ابروفد سكند لاين ثيرابيز اللي هم الجاكافي، وده انتي جاك 2 انهبيتور، يعني بتشتغل بيمسك في جاك 2 ريسبتور وبالتالي بينهبت سبسيلر اكتيفيشن اوف ستات باث واي. في عندنا الاي بروتين اللي بيشتغل على بروتين تيريزين كانيز باث واي، وفي عندنا البيروموسيدال، والبيروموسيدال ده بيسموه روك 2 انهبيتور، ده برضه سمول مولكيول بيشتغل اب فرونت بقى دي الستات باث واي، برضه بينهبت الستات باث واي بنفس الميكانيزم زي بتاعت الجاك 2 انهبيتورز كده. اوكي، فهو بينهبت برضه السيتوكاين ريليز وبينهبت انتروكن 17 وبيقلل الاكتيفيشن اوف تي سيلز. فدي نيو دراجز فور كرونيك جي في اتش دي. مهم اول سلايد يبقى عارف هم 3 اف دي ابروفد دراجز في كرونيك جي في اتش دي، اللي هم الجاكافي او روكسوليتينيب والاي بروتينيب والبيروموسيدين. في حالة اكيوت جي في اتش دي الوحيد اللي واخد ابروفل في السكند لاين هو الروكسوليتينيب. كده احنا تقريبا يعني خلصنا الجزء المين بالك في الكومبليكيشنز بتاعت الاكيوت جي في اتش دي. اتكلمنا فيها زي ما قلت لكم عن الانفكشنز، اتكلمنا عن جي في اتش، والاثنين دول اوف فيري امبورتنت في كومبليكيشنز في الترانسبلانت سيتنج. هناخد بريك ان شاء الله ونكمل بعد كده الاذر كومبليكيشنز. هنتكلم فيها عن انجرافتمنت كومبليكيشنز، هنتكلم فيها عن في او دي، ونتكلم فيها عن التي ام اي، ونتكلم فيها عن بالمري انفكشنز والليت كومبليكيشنز. نجمعهم كلهم مع بعض كده برضه ان شاء الله ونخلص باذن الله الجزء الثاني المتعلق بالكومبليكيشنز في الالوجينيك سيل ترانسبورتيشن سيتنج او الاوتو سيل ترانسبورتيشن سيتنج.